تعرف تحدي العمر؟ لا طبعا. ما تبعتوش على الفيسبوك الايام اللي فاتت؟ انا شفته في اللحظات مثلا من امتى انتشر، بعد 3 ايام او 4 ايام، فلقيت ناس نزلها على الفيسبوك صور عن مدى العمر، عن تطبيق الفيس اب من الاستاذ عمرو اديب. طب وجربته؟ لسه والله مجربه من ساعه. انت شكلك وانت كبير؟ طيب شكلي وانا كبير وشكلي وانا صغير. طب ايه رايك فيهم بقى؟ ايه رايك فيهم؟ يعني الواحد حتى ده ممكن يكون عذر للواحد. ممكن يكون عذر الواحد، يعني انا عملت شكلي وانا كبير، واحد عنده 80 سنه مثلا، فالواحد يبص على شكله كده ما اقول ما الدنيا خلاص، هي فيها ايه تاني بعد السن ده؟ هو يعني انا مش عارف هل ان فعلا الواحد ممكن يبقى بعد 20 سنه، بعد 10 سنين، بعد 25 سنه هيبقى نفس كده فعلا، ولا ده دجل ده، ولا ايه؟ شايف ان هو شكلك طيب شبهك؟ لا 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 خالص. كان في كلام انتشر ان الفيس اب ده بيحاول يجمع بيانات عن الناس، ايه رايك في الكلام ده؟ لا طبعا. في اي حد تعرفه لعب الفيس اب؟ لا على الواتس دوت. في كتير زمايلي كتير عملوه. قول لهم ايه؟ قال لهم طبعا يعني فوق طبعا اللي انت بتعمله دوت، يعني حرام عليك. جربت تطبيق الفيس اب؟ شايف شكلك ازاي بعد 8 سنه؟ والله انا شايفه انه حرام، ان ما دخلناش من علم ربنا ان هو ما حدش ضامن يعيش لغايه بكره يعني. وانا شايف حاجه تانية برضو، ممكن الناس تقعد يعني، انت مثلا لما الناس تقعد بينا وبين بعض تفكر، لما تلاقي مثلا سنها يوصل بعد 80 90 سنه والشاي يتغير كده تتعظ، يعني ما حدش يظلم حد، ما حدش يضحك على حد، يعني ما حدش يأذي حد، يعني تعمل لبكره، يعني تعمل لاخر يوم القيامه. طبعا سمعت فيها. ايه رايك فيه؟ والله هو يعني كوجهه نظر الصحابي كتير بعتوا لي، بس هو فكره حلوه، يعني فكره حلوه كويسه. جربته طيب؟ لا انا ما جربته، بس في ناس صحابي جربوه. ممكن نجربوه. طيب ايه رايك في الناس اللي بتقول ان التطبيق ده بيجمع بيانات عن الناس وبيحاول ان هو يعمل هاكينج للاكونتات بتاعتهم؟ لا ما بتصور الكلام مظبوط، اصل يعني معظم التطبيقات حاليا صار فيه شيء اسمه حمايه معلومات، فما بتصور فيه هيك شيء. هو حلو. جربته طيب؟ فانا نفسي اشوف شكله وانا كبير. جربته ولا لسه ما جربتوش؟ لا لسه فاضي. طيب شفت ناس جربت شكلها وهي كبيرة؟ ايه رأيهم؟ حلو. طيب في ناس بتقول ان ده حرام، انت شايف ان ده صح ولا لا؟ مش عارف. ايه رأيك في فكرة التطبيق يخليك تشوف نفسك بعد 50 سنة عامل ازاي؟ والله فكرة جديدة طبعا، والابليكيشن ده يعني هو طبعا قلب الدنيا على الفيس والدنيا دي، ف يعني ناس حاجة جديدة، فبصراحة كويسة. حابب تجربه طيب؟ انا جربته فعلا، يعني اشتغلت عليه بس فوجئت بنفسي، يعني اتصدمت. يعني شايف نفسك ايه، مختلف ولا شبه، يعني شبهك بعد كده ولا مختلف تماما؟ والله هو الشبه شغال، يعني هو انا حاسس ان انا ممكن ابقى الشكل ده ممكن. طب ايه رايك فيه، شايفه حلال ولا شايفه حرام؟ لا طبعا حرام. ليه؟ يعني طبعا مش عارف انا عمري بعد السنه الجايه شكل ايه، ولا سنتين او ثلاثه، والله اعلم لو انا هغيب، يعني هعيش السنه الجايه ولا بعديها والشكل يبقى ايه. طب مش شايف مثلا ده لعبه، فان اللعبه ما ينفعش ندخل فيها الحلال والحرام، ولا ايه وجهه نظرك؟ لا دي مش لعبه، ده حضرتك ده بيحاول يشغلونا، او بيحاول مثلا يشوف ايه مثلا شكلين على مدار السنين، دي مش لعبه. والله انا شايفه يعني ايه اللي حرامه حضرتك، يعني الواحد بيشوف شكله وهو كبير وبيشوف شكله وهو صغير، وحاجه بتمتع الواحد. يعني انا مش شايف انه حرام ولا حاجه، انا شايف ان هو يعني حاجه كده اوبشن، يعني الناس بتشتغل عليه، مش عارف يعني حاجه تطور يعني في التصوير، تطور في، لكن مش شايف حلال وحرام دي مش بتاعتنا. لا حلال وحرام دي بقى من القرآن والاحاديث النبويه، لكن حلال وحرام دي لا. بس لكن انا بقول انا اهو زيه زي اي تطبيق. طيب شايفه ممكن يكون بيجمع فعلا بيانات عن الناس؟ ممكن يكون بيجمع بيانات عن الناس. ما هو انا حضرتك ده ممكن بقى اللي يحتاج التطبيق ده ممكن بقى الجهات امنيه معينه انها تشوف ان واحد عليه قضيه مثلا معينه، ده بعد 10 سنين بدور عليه هيبقى شكله ايه. موضوع الحلال والحرام يعني بتصور لا ما محرم، يعني هو تطبيق ترفيه للناس، اما بالنسبه للمستقبل الله اعلم، ربنا عالم بكل شيء، كيف بيبقى شكله الواحد، بجوز ما يوصل له العمر، يعني بجوز يموت قبل ما يوصل له العمر.